بس للبابا غنوج كمان كويسين. الله يسلم الايدين. شرف محمد. شكرا كثير. سلم الديار. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. الله معك حبيبي، مع السلامه. مهونه. ما قلتش كنا وكان، يا ريت ده كله مكان، يا ريت ما شفتك ولا عرفتك. السلام عليكم. لك اهلين. اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلين ابو زكي، لساتك عايش؟ ريحتك خمه. استاهلك لا تسوي. ليش عم تجر انت؟ عم تجر بدل الحمار ليش؟ هيك دائما انت، ما فيك بلا مقلسي على الطلاوه الناس دي. من شار المقلسي انت، من شار. لك انا ما بمزح الا معي اللي بحبه، وكمان من نيه وجميله. لك اهلين، فوت فوت حتى اشربك من شاياتي. فوت يلا. ابو زكي ايه مسيك، ابحتهم برا، ابحتهم هيك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اخ يا ابو محمد، يا ابو محمد طمني، شو اخبارك؟ شلون وضع هالشباب؟ يا سيدي الحمد لله والف الحمد لله والشكر لك يا رب. والله العظيم شي بيرفع الراس، بيرفع الراس يا ابو زكي. لا ومو بس هيك، السنه ابني رح يتخرج دكتور، وانا بتوقع يطلع الاول عن جامعه كلياتها. يا سلام عليه يا ام محمد، ان شاء الله الف مبروك. الله يرضى عليه، الله يرضى عليه اكثر واكثر، ويعزه بيعزه يا رب. وهالمحمود شو اخباره؟ دخيلك يا ابو زكي، دخيلك. لا تجيب لي سيرته منهم، بيكون افضل. الله يخليك. ولك لا 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 يا صاحبي، ليش هيك عم تحكي؟ والله انا كان قصدي انه اطمن عليه، انه انصلح حاله ولا لا لهالولد؟ ينصلح حاله؟ ولك دنب الكلب اعوج، ولو حطوه بالقالب 100 سنه قال ينصلح حاله. قال لا حول ولا قوه الا بالله. اخي ربك ما بيتمم مع عبد. الحمد لله، الحمد لله اللي ما اجاني الا بنت مشان ما اكل هم الصبيان. بتعرف يا ابو زكي انه احيانا انا عم بتمنى له الموت. ولك لا لا يا ام محمد، استغفر ربك، انت رجال عاقل ومؤمن، شو هالحكي هذا؟ ونعم بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عم أقول هالكلام يا أبو زكي من حرقة قلبي، والله العظيم من حرقة قلبي. لا إله إلا الله. أبو محمد أخي اشكر ربك واحمده أنه الله سبحانه وتعالى عوضك بأخو الدكتور، اشكره دائما، كل ما صار عندك فضاء اشكره واحمده. الحمد لله رب العالمين، الحمد والشكر لك يا رب. أبو محمد بدي أسألك، هل محمود شو قصته لحتى هيك عم بيعذبك وهالكاب؟ ايه قسما بالله، قسما بالله مكبرك 20 سنة لقدام. يا سيدي شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك، هذا يا سيدي رسب بالمدرسة وفشل، وهو ما بيعرف الطيخ من البطيخ. قلنا بسيطة منحطه عند معلم مصلحة حتى يتعلم منه ويأمن مستقبله. قام صار يعمل له مشاكل مع الزباين ويتخانق هو وياه على الطالعة والنازلة، ويترك الشغل ويمشي. شو بدأ يعمل المعلم؟ ما قلعه، وتكررت هالقصة بكذا شغله.